أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكرتم في أحد الدروس شمول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته للإنس والجن، والسؤال: هل الأصل في الجن أنهم مسلمون أم كفار؟ وهل تجوز الاستعانة بهم في الطب وتعبير الرؤى؟ الجن مثل الإنس، منهم المؤمنون ومنهم الكفار، كما قال قائلهم: وأنا منا الصالحون ومنا القاسطون، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وقال بعدها: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني الكفار. يقال قسط إذا عدل عن الحق، وأقسط إذا عدل، فالمقسط هذا العدل، وأما القاسط فهذا الضال. فالكفار مثل الجن مثل الإنس، منهم مسلمون ومنهم كفار، ومنهم عصاة ومنهم صالحون، مثل الإنس تماما. وأما الاستعانة بهم فلا تجوز، لأنهم عالم من عالم الغيب، ولا يجوز الاستعانة بالغائب، لا يجوز الاستعانة بالغائب الذي لا نراه. نعم، لا في تعبير الرؤى ولا في غيرها لا يجوز الاستعانة بالجن، لأنهم من عالم الغيب الذين لا نراهم، إنما نستعين بمن كان حاضرا ونراه يقدر على إعانتنا، نستعين به، تعاونوا على البر والتقوى. نعم.